بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام أينما كنتم، منطلقة على حضراتكم شوطنا الثاني عشر في مجموعة الأشواط صباح هذا اليوم، وهو الشوطنا الثالث للفئة الحقائق الإبكار، ويعتبر شوطنا الثاني للإبكار مباشرة مع المركز الأول الشهامة سلطان بن علي الهاشمي، مع المركز الأول المركز الثاني من يتواجد مشكلة حمودة بن محمد الوهيبي على المركز الثاني والمركز الثالث القادمة، مع المركز الثالث الشاني محمد الحميد الوهيبي، والمركز الرابع الشاني سعود بن سالم العامري على المركز الرابع، والمركز الخامس أيضا جبار محمد بن حمد العمري أو العمري نعم مع المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز الأولى المنطلقة في هذا الشوط الجميل. أعود إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط، إلى الانطلاق الجميل والمميز اللي ينطلق في هذا التحدي المميز هنا مع المراكز الأولى المنطلقة. يا السلام، عودة إلى صدارة هذا الشوط، إلى الانطلاق الجميل والانطلاق المميز هنا مع المراكز الأولى، من يتغير نحو الناموس والانتصار نحو المراكز المتقدمة. يا سلام، من يتقدم الشهامة، الشهامة الشهامة مع المركز الأول، نعم مع المركز الأول سلطان بن علي الهاشمي، من ينطلق في هذه اللحظات نحو المراكز الأولى المتقدمة. يا سلام، أعود إلى المركز الثاني، إلى ثاني المراكز الشانية سعود بن سالم العامري على ثاني المراكز، المركز الثالث مشكلة مع المركز الثالث حمود بن محمد الوهيبي على ثالث المراكز، رابع المراكز الشانية محمد بن الحميد الوهيبي، خامس المراكز جبارة محمد بن حمد العمري، من ينطلق مع المركز أيضا الخامس. هذه خمسة مراكزنا الأولى المنطلقة. يا سلام، أعود والعود أحمد نحو المركز الأول، إلى مقدمة هذا الشوط، إلى الانطلاق الجميل والانطلاق المثير، من ينطلق نحو المركز الأول، من ينطلق نحو صدارة هذا الشوط. أيضا هناك الشهانة صالح بن علي الهاشمي مع المركز الأول نحو صدارة هذا الشوط، المركز الثاني الشانية سعود بن سالم العامري على المركز الثاني أو المركز الثالث، من ينطلق هناك مع المركز الثالث شواهين حمود بن حمد الوهيبي، رابعا المراكز الشانية محمد بن الحميدي الوهيبي. هذه النتيجة، القدوم الآخر والتقدم من حاملة رقم ستة أيضا الشانية محمد بن الحميدي الوهيبي. يا سلام، من تتقدم تدريجيا قدومها قوي من أيضا المراكز الخلفية تبحث عن نقطة ذهبية خطيرة للغاية، لكن الصدارة هذا الشوط والانطلاق مع المركز الأول. يا سلام، انطلقت الشهانة مع المركز الأول صالح بن علي الهاشمي، من ينطلق مع المركز الأول منطلقا بهذا التحدي الجميل، لكن من الجانب الآخر الخطيرة من الجانب الآخر صاحبة الشكل الجميل، صاحبة الشكل الجميل ما شاء الله تبارك الله، هذه اللي أيضا أطلقت عليها كانت قدومها من المراكز الخلفية، أيضا قدوم قوية مميز من تنطلق مع المركز الأول محمد بن الحميد الوهيبي بالفارق البعيد تبارك الرحمن. الله 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 على هذا النوع النادر والنوع المميز اللي ينطلق مع صدارة هذا الشوط منطلقا بهذا التحدي الجميل والتحدي المثير. يا سلام، انطلقت نحو الصدارة نحو المركز الأول نحو صدارة هذا الشوط، من ينطلق نحو الصدارة ونحو التحدي الجميل نحو التحدي المثير، شوف الفارق البعيد، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليك وحواليك على هذه النهاية. أبا 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 أبا. صاحبة رمز، صاحبة رمز هذا أيضا، هذه الحركة ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني كانت هناك أيضا الشهني سعود بن سالم العامري، والمركز الثالث أيضا المركز الثالث من انطلقت هناك بشعار أيضا مشكورة 4:25.91 جزء الثانية هو التوقيت الزمني تبارك الرحمن على هذا الانطلاق الجميل.